رايحين يغادرونا غدا الى مرحله اخرى، نتمنى لهم كل نجاح وكل توفيق. إن حياتنا في هذه الحقبة من أجمل مراحل حياتنا، إنها حياة الطفولة البريئة التي يتمنى أن يعود ليحياها الكبار الآن، ولكن الزمن لا يعود إلى الوراء، ولذا يحاول الكبار أن يعيشوا هذه المرحلة من خلال أولادهم، معودين ما يفيدهم وما لم يستطيعوا تحقيقه لأنفسهم. إنها مرحلة صعبة وممتعة، صعوبتها كاملة في مواجهة الطلاب للمواد المقررة والتقيد للأنظمة والقوانين المتبعة والتأخر من الظروف والمستجدات. حسين قاعدة بحكي مع بنت صفي وبسألها عن الوظيفة. ومالها الوظيفة؟ بتسألي بنت صفك عنها وانت وين جاي حاضرة غايبة؟ ولا بتروحي تاخذي الزواج وبتروحي؟ ما هي صعبة وانا مش عارفة كيف أحلها. وين كان هناك عقلك لما المعلم شرح المادة؟ شو الله لا يوفقه يا معلم، طلعني من الحصة. شو؟ يا خناتني بهالخبرية، ليش طلعت من الحصة؟ حكيتها كلمتين مع جارتي، اجى طلعني من الحصة. وليك المعلم لازم يطلعك من الحصة بس، لازم يطلع روحك من جسمك، ليك انت رايحة على المدرسة تتعلمي، ولا تلف بدوام مع بنات صفك، أنا مش راضية عنك، نايمة دوامين وخراب. شو يعني بصير إذا حكيت مع بنت صفي بالحصة بتيع خشبي من السماء؟ لا بتيع مصيبة من السماء، أخرك يا بنات اليوم متخوفوا بتسيبوا الراس. كيف منخوف يعني؟ لك عزماننا احنا نصحى مثل القرود، جرينا اعلى من راسنا، حوقين على شغل البيت وقريتنا، وما يرن الجرس بنص ساعة نكون مثل المسمار بالمدرسة. ليش احنا بأي ساعة نصحى من النوم بهالأيام؟ انتوا بهالأيام صحيح بتصحوا الساعة 6:30، أصلا نوم ما بتصحوش أحسن لك. شو بتفيقوا هالدين علينا؟ مش عارفين شو نعملكم تنرضيكم. كل هذا الشغل اللي بنعمله يا أمة وما بنسويش إشي؟ يعني شو بتساوي؟ أنا من الصبحيات بتفوت على الحمام. قال هاي الربطة زبطت، هاي الربطة ما زبطتش، وما بتحسوا بتدروا على حالكو إلا الساعة صارت 8، وخذ لك عيد بهدلتك. بتخلونا الآخر، بطل في شعركم النور، اللي بدكم إياه تعملوه والمقاحم عليه بناتكم. اسمع أنا مش شاطر، سامعني؟ أنا مش شاطر. إن كنت هيك بتحكي مع اللي أكبر منك كبير 150 سنة، وكيف بتحكي مع أمك وأبوك المعلمين والناس؟ وبعدين معاك شو بدك مني؟ حل عني، خليني أحكي بيوم التخرج. إحنا بنتعلم وإنت بنعرف شو بتساوي، تظبط باص بالجنة ولا حطوه بتاكل زقوم بشنة. إنت وقح، بس رغم وقاحتك أنا بحبك وبحبكم كلكم، وأنا مبسوط إنه حياتكم مريحة. بتزعجني فيكم العادات والسلوكيات العاطفية واللي بعلم فيها الشعوب الثانية. بتحبني؟ طيب إذا بتحبني قول لأم وأبوي يشتروا لي تلفزيون وتليفون إسا. بحياتك يا حفيد حفيدتي، مين بتحب أكثر؟ التلفزيون ولا رضا حب أمك وأبوك إلك؟ أبوي بيحبني، بس بقيمتك بشوف على الصباح وعيك أبوي بولادي أشرف، وبيني وبينك يا جد وحب أبوي أحسن من كل الدنيا. بحياتك يا حفيد حفيدتي، مش بوس ايد امك احسن من التليفون؟ قصدي التليفون دور شليشي واديك الصحيح يا سيد ستي. I'm sorry, I'm sorry.
سيئة.